بسم الله الرحمن الرحيم. في خبر عاجل ومحزن، تلقينا اليوم نبأ مفجعا بوفاة اليوتيوبر السوري عبد الرحمن الحمصي المشهور في لعبة فري فاير إثر حادث مرور مأساوي في تركيا يوم الجمعة 24 مايو 2024. وكان عبد الرحمن الحمصي الذي يبلغ من العمر 32 عاما أحد أبرز المؤثرين في مجتمع لعبة فري فاير في العالم العربي، حيث تمتع بقاعدة جماهيرية واسعة من المعجبين والمتابعين. لقد تأثر جمهوره محبينه بهذا الخبر بفقدانهم صوت محبوب ونموذج ملهم لهم. وبحسب التفاصيل التي نشرت، وقع الحادث في مقاطعة كوملو بهاتاي بتركيا نتيجة اصطدام سيارة BMW بلوحات أجنبية مع مركبة فيات تجارية خفيفة على الطريق الزلق بسبب الطقس الماطر. لقي 5 أشخاص مصرعهم في الحادث المروع، بينما أصيب 2 بجروح خطيرة. إن وفاة عبد الرحمن الحمصي في هذا الحادث المأساوي خسارة كبيرة لمجتمع فري فاير ويوتيوب والألعاب الإلكترونية العربية. نتقدم بأحرى التعازي لعائلته وأصدقائه وكل من تأثر بهذا الخبر، سائلين الله العلي القدير أن يتقمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الخبر ونهاية هذا الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.